بوغرين، كرة من حمد الهوني، راسية خطيرة، هدف التعادل. ليدر معناتها سبتمبر 2000 سنة 2000. هدف التعادل محمد علي بن رمضان، ويتصدى يتصدى يتعملق نور الدين الفرحاتي. أوه الله نور الدين. صابر يبحث عن حل، وكرة ممتازة لنور الدين الفرحاتي يضعها في الركنية. الترجي كرة ملعوبة، ونور الدين الفرحاتي والمخالفة خلفة ضد كرة من فاروق ميموني. فاروق يسدد، فاروق خطيرة. أسد الشباك متألق نور الدين الفرحاتي من حمد الهوني إلى محمد علي بن رمضان، يشوط بن رمضان يتألق. نجم الحراسة الجديد في البطولة التونسية، كرة عادت ملعوبة، والركنية والرأسية خاد. ممكن لو لعب بهذه الروح اليوم نلقاوه نجدوه يلعب على انطلاق من حمد الهوني. حمدو كرة عرضية خطيرة، جول. لا يا شتي من اليسار، العرضية خطيرة، جول. لا ضاعت الكرة نور الدين. يا نور الدين، يا نور الدين. شجاع 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 شجاع. حمدو استماتة على الكرة، ملعوبة الكرة لمسة تمر، خطيرة فرصة نور الدين.